العدل أن ينسب الفضل لأهله. مشوار الزمالك الأخير في البطولات المحلية يستحق التأمل، بالرغم من الغيابات والعقبات التي كادت تعطل البطل، لكن الفارس الأبيض كان في الموعد وحقق ما أراد. في 23 من مايو التقى الزمالك مع أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، وفي ليلة تألق فيها محمد عواد تأهل الفارس الأبيض للنهائي بثنائية محمود علاء وأوباما. وفي لقاء الإسماعيلي بالدور الممتاز تمسك الزمالك بالصدارة وحافظ على القمة بثنائية بن شرقي وعمر السعيد. وفي لقاء الداخلي الذي أقيم في دور 32 لكأس مصر الموسم الحالي عبر الزمالك أصعب العقبات بثنائية سيف جعفر وأشرف بن شرقي. وفي لقاء القمة تفوق الزمالك طولا وعرضا في لقاء انتهى بالتعادل ليستمر الفارس الأبيض على القمة. وفي آخر مواجهات الدوري أمام البنك الأهلي تمسك الزمالك بالصدارة بثنائية الجزيري. البعض قد ينسب الفضل لمجهود اللاعبين، والبعض قد يثني على الإدارة الفنية، لكن الأكيد أن الكل يتفق على أهمية دور الجمهور المحرك الأساسي للاعبين والمسؤول الأول عن الدعم، دعم وجده سيف جعفر وسيد نيمار ويوسف أسامة نبيه، فاستخرجوا شهادة ميلاد جديدة، وتبقى جماهير الزمالك كلمة السر.